فمن الذي ينالها؟ هو الرجل المؤمن يا إنسان. لقد شرفك الله أيها المؤمن أنه يصلي ويسلم عليك، وأن الملائكة تسلم عليك. حين تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة يسلم عليك، وأن سيدنا محمد يسلم عليك صلى الله عليه وسلم، وأن كل مؤمن صالح يسلم عليه. قال كيف يعني؟ قل لو لا تقل كيف، جايك الدليل يا إنسان. فهذا كما جاء في التشهد، حين أنت تقرأ في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هنا قال عليه الصلاة والسلام، إذا قال العبد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أصابت أي هذه التحية وهي السلام كل عبد صالح في السماوات والأرض. فسلامك عمم الملائكة في السماوات، بل الملا الأعلى السماء العلو كله، وعمم أهل الصلاح في من أهل الأرض الحاضرين والسابقين والآتين يا إنسان. السلام عمهم كلهم. إذن هذا سلام من كل مصل ينال كل صالح ومن في السماء والأرض. ولقد كان رسول الله يقول هذا أيضا، فكان يقول في صلاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأنت من جملتهم، فلقد نالك سلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يا إنسان هذا فضل كبير، لما سلكك الله في نظام أهل الإيمان منت كل خير ينال أهل الإيمان، هذا فضل كبير. إذن الله تعالى يمتن عليك، بل الله يمن عليكم أن هداكم بالإيمان، أي أن الإيمان له ثمرات وله منافع وله فوائد وله خصائص أنتم لا تعلمونها كلها، الله يعلمها. إن الإيمان أمره كبير، وثمرات وفوائد وفضائل وخيرات مرات، هذه لا يعلمها إلا الله. إذن يا آب اشكر نعمة الله عليك أن هداك للإيمان، وهكذا سبحانه شرفك أيها المؤمن، شرفك أيها المؤمن أن الأنبياء استغفرت لك، والأولياء استغفرت لك، وسيد الأنبياء والرسل استغفر لك، والملائكة في السماوات والملأ الأعلى يستغفرون لك. وتقدم قول الله تعالى فيما مضى، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. حملة العرش ومن حوله يا إنسان، كما تقدم معنا التفصيل. الرسل صلوات الله عليهم، قال تعالى مخبرا عن سيدنا نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام، قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، ثم عمم قال وللمؤمنين والمؤمنات، فدخل كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم الدين يا إنسان. إذن هذا فضل كبير، استغفر الله لك، وهذا الاستغفار ينفعك، إلا ما كان من حقوق العباد ومظالم العباد فأمره إما القصاص أو السماح يا إنسان، أما ما كان بينك وبين الله فإن هذا الاستغفار ينفعك. وهذا كما استغفر لك الخليل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهذا كما أن سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام هو يستغفر لك أيها المؤمن، قال فاعلم
أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال هذه المؤمنين والمؤمنات في زمن، قل له من هذا التخصيص يا إنسان؟ وللمؤمنين والمؤمنات عامة. أما بلغك حديث قوله صلى الله عليه وسلم كما رواه البزار وغيره بإسناد حسن شهد به علماء الحديث وحفاظهم، عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. قال: تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله، وما رأيت غير ذلك استغفرت لكم. إذن هذا من قوله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. إذن الأمر مستمر ما ينقطع يا إنسان، فنلت هذا الخير بالإيمان، وهذا الاستغفار ينفعك ولا شك. أما ما كان من حقوق المخلوقات فموقوف على عفوهم أو القصاص كما قلت لك يا إنسان. إذن يا هذا، ما أشرفك أيها المؤمن الملأ الأعلى وحملة العرش يستغفرون لك، الأنبياء تستغفر لك، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تعرض عليه أعمالك، فاستحي من رسول الله أن يرى في أعمالك خللا أو نقصا أو قباحة. أحسن العمل حتى يعرض على رسوله ويفرح بك رسول الله صلى الله عليه وسلم.